في رمضان 2025 أحمد مالك وطه دسوقي يقدمان مسلسل ولاد الشمس. يستعد النجمان أحمد مالك وطه دسوقي للمشاركة في الموسم رمضان المقبل بمسلسل ولاد الشمس. مسلسل ولاد الشمس من تأليف محمود عزت اللي سبق وقدم أفلام مثل سعاد وأبو صدام ومسلسل الأنسة فرح. وفكرة أحمد مالك ولما يتم التعاقد مع مخرج العمل إلى حد الآن. وطبعا الفنان الشاب أحمد مالك وكمان طه دسوقي لسه في بدايتهم الفنية، وأكيد لما يشيلوا مسلسل فدي حاجة صعبة عليهم، بس أعتقد إن هم قدها جدا. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.